ابن الروح القدس الإله واحد أمين. الحد الثالث من شهر كاك يا إخوتي نقرأ في الزيارة الجميلة التي مجرد ما سمعت أمنا العذراء مريم بأن نسيبتها إليصابات حامل وفي الشهر السادس قامت مسرعة زي ما الكتاب المقدس بيقول وذهبت لكي تخدمها. زي ما قلنا بنقرأ هذا الجزء لأنه أولا هو فعلا قبل أحداث الميلاد مباشرة. رقم اتنين وده الأهم وده تأملاتنا النهاردة إن عايزين نطلب من الست العذراء إنها تعلمنا وإحنا داخلين النهاردة نخش نتناول إيه اللي بيعمله المسيح فينا وإزاي نستفيد من التجسد وإزاي نستفيد لما نيجي ناخد الجسد والدم الإلهي اللي بنحملهم في كل وقت بنيجي في الكنيسة زي ما الست العذراء حملت المسيح في بطنها وفي أحشائها. إحنا برضو بناخد المسيح في أحشائنا وفي جسمنا. الفرق يمكن إن المسيح أخذ منها الجسد، أخذ منها الشكل، أخذ منها العظم، أخذ منها الدم، أخذ منها اللحم. المسيح بيدينا. العذراء أول ما سمعت بشارة الملاك ما فكرتش هي حامل إزاي غير ان هي بس اتأكدت ان هو هيجي مش من زرع بشر. قامت بسرعة ذهبت الى الجبل. ذوقي والجبل العالي، الجبل العالي رمز الحياة السماوية والثبات في الايمان. فعندما نأخذ جسد دم المسيح نثبت في ايماننا وروحيتنا ترتفع وننسى الامور الارضية بل نخوض في الامور السماوية. أيضا ذهبت لتخدم إليصابات متشبهة بالمسيح الذي أدى لا ليخدم بل ليخدم ويقول ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. عندما نأخذ المسيح ونلبسه يجب أن نكون أكثر خدمة وأكثر إنكار ذات. أيضا في هذا الجزء تسبيحة الست العذراء تعظم نفس الرب. كل من يحل في قلبه المسيح ويأخذ جسده ودمه يحيي حياة الفرح، يحيى حياة الشكر، يحيى في السمائيات. أنا عايز النهاردة أتكلم من النقطة الثانية وهي الخدمة. بصراحة مش عارف كل ما أفكر إن أنا أتكلم في موضوع تاني ألاقي نفسي رايح للحتة دي وأنا بحضر يعني. وخصوصا إن أنا محتاج لهذا الموضوع وكلنا محتاجين إن إحنا نتمثل بالست العذراء في خدمتها. بصراحة العذراء خدمت في كل موضع اتحطت فيه. يمكن هقول كلام صعب بس صدقوني الكلام ده ليا أنا أولكم. بصراحة العذراء النهاردة تعلمنا أن في كل حياتها حياة خدمة وفي كل مكان مكان خدمة. ما بتقفش أن حد بيدعوها للخدمة ولا ما حدش بيدعوها للخدمة. ما بتفرجي نفسها على حد لكن من قلبها بتخدم. يعني مثلا في أول مكان خدمت فيه في الهيكل كانت صغيرة في السن. هي ذنبها إيه؟ أن أبوه وماما ما كانوش بيخلفوا وكان أي حد في العدد يمكن يأمل أن يجيب ولد وبعدين جت بنت وكانوا نادرين أن اللي هيجي ده هيروح الهيكل ويخدم في الهيكل. إيه ذنب العذراء وهي طفلة صغيرة انها تخدم في السن ده عشان ابوها وامها نظروها؟ تقريبا ما كانتش حاسه، لا كانت حاسه، كانت كبيره شويه لان عدت لسن كبير تخدم. خدمت في ايه؟ ما كانتش يعني من الناس اللي لها مكانه في الهيكل. طبعا اكيد كانت بتصلي، كانت بتسبح، كانت بتخدم نفسها تسبيح، لان اي خادم المفروض هو بيخدم نفسه في الاول. ودي اول حاجه عايزين نتعلمها. ساعات الناس بتخدم غيرها وبتنسى نفسها، وساعات الناس بتخدم غيرها او من اجل انها بتخدم من اجل روتين او من اجل شكل. الست العذراء كانت بتنظف الهيكل، كانت خدمه شاقه جدا وحقيره جدا. كانت تزيل روث الحيوانات والدم والجلود، وكانت اعمال قاسيه جدا تعملها. لكن المسيح له كل مجد وربنا ينظر الى القلب، وعشان كده برضو
أنا تملي أحب يعني النهاردة ناخد روحيات صيد عضلة ونحاول نتعلم منها في نفس الوقت كمان نتكلم كلام عملي. لما يجي حد بيحب يخدم أقول له أول سؤال، أنت عايز تخدم ليه؟ بصراحة عايز تخدم ليه؟ والسؤال ده مش مستني منه إجابة، لكن مستني منه أنه هو من جواه يرد على نفسه أنا عايز أخدم ليه؟ وفي ناس كتيرة بتخدم من غير ما تيجي تقول لي، وفي ناس كتيرة بتخدم حتى بره الكنيسة، تخدم اخدم عايز يخدم يخدم. على فكرة في الخدمة أنت بلا عذر، لو حد جه قال لك بس أبونا ما خلناش أخدم معلش أخطيت يعني، طبعا أنت ما تحكمش عليه لكن حكم على نفسك. طب أنت لو مكان هذا الشخص هتعمل إيه؟ أبونا منعني من الخدمة، الكنيسة منعتني من الخدمة. هل يا إخواتي الخدمة متوقفة على الكنيسة؟ يعني اللي بيخدم في الكنيسة ياخد كده كارت بلانش إنه يخش السماء، واللي بيخدم برا الكنيسة يقول لا يا حبيبي أنت كنت بتخدم برا الكنيسة مش هتخليك تخدم، بالعكس. الله ينظر للقلب. أنت عايز تخدم عشان تخدم، عشان تخدم ولاد ربنا، عشان تتمثل بالمسيح، عشان تتمثل بالعذراء. المجال كبير وواسع، اخدم. الله لا ينظر إلى الشكل في الخدمة، الله ينظر إلى القلب. ياما ناس مش واخد رتب، ياما ناس ما بيخدموش في كنائس وهيسبقونا لدخول الملكوت بسبب خدمتهم. في قصة جميلة قوي تحضرني في هذا الموضوع. تعرفين كاتدرائية أجية صوفيا اللي في تركيا، كاتدرائية دي كانوا عايزين يعملوا حاجة واو، حاجة ما حصلتش، فبدأوا يشجعوا الناس الأغنياء جدا هم يتبرعوا للكاتدرائية دي. مش عارف تعرفين الحكاية دي ولا لا. فلو عشان يعني الناس تتشجع، واحد كده فتى فتوى جميلة يعني، قال لهم احنا ممكن الناس اللي دفعت فلوس كتير قوي نحطهم لوحه كده تشريف، نكتب فلان دفع كذا وعمل كذا وعمل كذا. ففعلا عملوا اللوحه عشان يشجعوا بقيه الناس، فجم يعلقوها. مش عايزين يعلق، مش عارفين يعلقوها. كل ما تتعلق طاعه، كل ما تتعلق طاعه، لان ربنا مش راضي باللي بيعملوه. كل ما تتعلق طاعه، كل ما تتعلق طاعه، لحد ما ربنا في الاخر ظهر لواحد طيب وقال له اللوحه دي مش هتتعلق الا في حاله واحده بس. قال له ايه؟ قال له ان تكتبوا عليها صوفيا. فبدأوا يفكروا مين صوفيا دي؟ دفعت كام يا ترى صوفيا دي؟ دفعت قد ايه؟ خدمت قد ايه الكاتدرائية دي؟ ففضلوا يدوروا على صوفيا دي لحد ما لقوا فتاة صغيرة جميلة جدا. تعالوا لها انت عملت ايه؟ دفعت ايه؟ قالوا ما عملتش حاجة خالص. ازاي ما عملتش حاجة؟ قولي عملت ايه؟ قالوا ما انا مش معايا فلوس ومعيش حاجة خالص، فكنت بسقي الخيل اللي بتنقل مواد البناء للكاتدرائية. شوف ربنا بص لإيه. طبعا ده غير الحكايات اللي في الكتاب المقدس نفسها، غير الحكايات اللي في الكتاب المقدس نفسه. إذن في البداية عايزين نتعلم من الست أضعار. أول درس الخدمة، الله ينظر إلى القلب ولا ينظر إلى الشكل ولا حجم الخدمة ولا ثمن الخدمة. في بيت القديس يوسف كانت تخدم خطيبها، فتجهز له الطعام، تغسل الملابس، تنظف المسكن، وتعمل بأعمال يدوية صالح زي ما اتكتب يعني في التاريخ، صالح الهيكل من حياكة وغيرها كما يذكر التقليد. ساعات كتيرة قوي الناس تحب تخدم في الكنيسة، حلو خالص. طب يا ترى أخبار بيتك إيه؟ أخبار بيتك إيه؟ أنا أستعجب من خادمة تقضي وقت كبير قوي في الكنيسة وهي مقصرة في عمل المنزل وفي البيت. معلش يا ابونا دي الخدمة، ماشي وماله، بس الخدمة مالتش ابدا انك انت تمتنعي عن بيتك. مش عايز اقول يعني تطلعي عين جوزك اعملي ده، لا مش هعمل، مش فاضية. هي مش عشان الخدمة، ما لو الخدمة ممكن يقبل، لكن عشان كسل، عشان مش بتحب ده. نفس الخادم يكون امين قدام نفسه، يتكلم مع نفسه بصراحة. ده في ناس ممكن سامحوني الأب والأم ما يهتموش بيهم. طب أنت عايز تخدم، طب ما تخدم أبوك وأمك، هاتهم وتعالى واستحملهم، اغسل لهم وامسح لهم، ما دي خدمة، ما دي خدمة. أنا آسف، آسف في اللي هقوله، وأنا مش قصدي المعنى اللي أنا بقوله ببقي، لكن أنتوا فاهمين أنا قلبي بيقول إيه. ده البلد هنا في بعض الحالات
ممكن تدعم اللي بيخدم حد كبير حتى لو الأب والأم. دي فيها حتة إيجابية وفيها حتة سلبية. يعني فيها حتة إيجابية أن بتعلم الناس اخدم قرايبك، وفيها حتة سلبية أن أنا يعني ما أقول أنا أخدم أبويا وأمي وأخد فلوس، بس البلد بتقول كده وكم بيقول كده، أوكي حد ما يجي حد في العطاف يقول له أوكي البلد بتديك ده وماله، بس أنت بتاخدها إزاي؟ أنت بتاخدها إزاي؟ هل دي محتاجة وعظ؟ إذا كنا إحنا مش عارفين نخدم اللي شايفينه بعينينا اللي محتاج، هنخدم إزاي ولاد في مدارس أحد؟ هنخدم إزاي؟ أنا ساعات أقول الخدام كتير قوي، أنت حلو خالص يجي الكنيسة تقول الدرس جميل قوي، وأنت خارج ما شفتش أي حاجة في الكنيسة مش مظبوطة تعدلها؟ عينك ما جابتش دي؟ أنا جاي أقول الدرس، أنا جاي أوعظ، الكلام ده كله أنا مش فاضيله. حبيبي الخدمة مش كده، الخدمة مش أنا إيه، الخدمة أنا بعمل إيه بقلبي. الست العذراء النهاردة خدمت خطيبها بكل حب الرجل الكبير الشيخ، مش علشان الهيكل قال لها أنت مسؤولة عنه، بالعكس ده قال له أنت مسؤول عنها، أنت مسؤول عنها، وهي تخدمه بكل حب في بيت اليصابات النهاردة. ياه لما تيجي ترجع للست العذراء فكر هي ليه راحت لإليصابات. ساعات نسمع كلمة الواجب، الواجب هي قريبتها ما حملتش بقالها فترة، فرحت بالمولود، يا روح أقول لها مبروك، أسبق غيري لسان حد يروح قبلي فيوقف الايه في الكادر. ازاي اليصابات ما تقوليش ده انا صاحبتها، ما تجيش تقول لي لا يبقى انا مش هروح لها، هروح اشتكي في الكنيسة، اصحابي مش بيقولوا لي اسرارهم، هخدمهم ليه؟ يا اخوتي هذا ليس وعظ، هذه حياة. الست العذراء مجرد ما الملاك سمعته بتقول اليصابات نسبتك حامل، فرحت، بس راحت عشان ايه؟ تخدمها، ما بصيتش لاي حاجه تاني. كنت بتكلم مع احد الولاد الشباب الحلوين فبنقول العزاء وكذا، فبقول يعني كان واجب، قال لي ما فيش واجب، قال لي في خدمه، انت لما بتيجي تعزي انت مش بتعمل واجب، بتعمل واجب يبقى انت منتظر رد الواجب، رد الفعل. الخدمه مش ممكن تنتظر اي شيء. ست العذراء ذهبت بسرعه وهي حامل، وفي مين؟ في المسيح. المسيح يعني انا اعلى من اي حد. فكر كده وانت قاعد، لو انت ليك خدمة في الكنيسة والخدمة دي غصب عنا ليها شكل، انا كاهن ليا شكل، رديت او مرضتش، فنفرض ان واحد جي قال لي، حتى سيدنا جي قال لي ابونا في كنيسة كده وسخة فيها روث، شافني كده شوية مش ممكن تشيله؟ انا هاخد التدريب ده لنفسي، هعمل ده، ولا هبقى متضايق وقال لي كده ليه واتصرف معايا كده ازاي؟ هو مش عارف انا مين، مش عارف انا بقالي كام سنه خدمه، مش عارف انا بقيت كاهن، مش عارف مش عارف مش عارف مش عارف. لو حد من قرايبي طلب مني حاجه وانا في خدمه معينه وليها شكل معين، يا ترى هقبل؟ يا ترى هقبل؟ كل خادم النهاردة وكل واحد النهاردة في الكنيسة اللي عايز يخدم يفكر في الحتة دي. لما يجي واحد يقول لك يا ابونا أنا عايز أخدم، أنت مش مخليني أخدم، أنا مش مخليك أخدم، ما تخدم يا ابني، هو حد قالك ما تخدمش؟ لا إذا أنا عايز أخدم صندوق سكول، ليه؟ إذا عايز أبقى في المجلس، ليه؟ رد على نفسك. ده في بعض الكنايس، ده ممكن يقول ربنا هنا الروح كويس، في بعض الكنايس كنت في مرة في كنيسة كان مؤتمر خدام،
أمين الخدمة تعبان علشان مش عارف يغير أمناء وأمناء مساعدين، ناس بقالهم سنين وبعدين كبروا، ومش كبروا يعني كبروا يعني حلهم على المعاش، لا في خدمات أخرى، عايز شباب مش عارف يقول لأمين مساعد أمين وأمين أسرة مش عارف يقول له انزل اخدم تاني الولاد ونجيب حد، مش عارف بيزعله، مش عايز يزعل حد. يا قلبي اللي اتوجع، يا قلبي اللي... وكان درس ليا، جه سؤال، طب لهم يا جماعة هسأل سؤال، هو في مشكلة ان واحد خادم في رانك عالي يخدم خدمة أقل؟ اه في مشكلة عندنا، ايوة احنا كهيومن بين عندنا مشكلة، وكأننا مش بنخدم، كأننا في شركة، انا مدير، انا مدير، وممكن واحنا قاعدين يعني في المؤتمر ده نسألك لا ما فيش مشكلة خالص، وايه المشكلة؟ احنا نتواضع يعني يا سلام واحنا بنخدم. طب تعالى كده اقول له، تعالى اقول له ايها الخادم، نيجي تغيير الخدمة وتلاقي اسمك في حتة اقل، حتى كنا نقول حتة اقل في الخدمة ما يصحش ان اقولها، لان ما فيش خدمة اقل وخدمة اكبر، في خدمة الست العذراء وهي ام المخلص ام الملك، تروح النهارده علشان تنظف وتغسل وتبقى تحت رجلين اليصابات. وألذ حاجه في الزياره الجميله دي كلها بهجه وسرور وفرح، تعب ولكن فرح، انك تقعد 3 شهور تخدمها، وبعدين ديك الصوره الجماعيه اللي في الاخر بقى، اللي هي ايه بقى؟ فرحانين بقى النونو جه خلاص، هنسميه ايه ومش هنسميه ايه بقى، والناس كلها جايه تبارك، فين العذراء؟ ما تلاقيهاش، مش موجوده، راحت فين؟ ده اللي بيبص عليه المسيح يا اخوتي، قلبك. انت في شركه مع المسيح، اخدت جسده ودمه. ايوه، فاكر لما المسيح قبل ما يدي التلاميذ جسده ودم علمهم ايه؟ انت عايز تبقى خادم؟ اه، خليك تحت الرجلين، مش تحت الرجلين بالكلام، لا سيبك من الكلام ده حطه على جنب، ما الكلام حلو والوعظ سهل، اسأل نفسك سؤال، ده لو حطينا 2 خدام واهتميت بواحد والتاني لا، يا نهار ابيض، ده تحصل مشكلة كبيرة، ده مشكلة كبيرة، احنا بنحسس، ده مش هيتكلم علينا وبس، ده يتكلم على الكنيسة، وينزل على الفيسبوك وينزل ويفضح ويسي، وهم اليوم ناس وناس. حبيبي حتى لو احنا غلطانين، حتى لو الهيكل مش كويس ورؤساء كانوا مش كويسين، ماشي، انت خدمتك ايه؟ انت عايز ايه؟ اللي يهمك في الحتة دي؟ يعني في بيت اليصابات العذراء تخدم بكل حب، كما قال القديس بولس، لا ينظر إلى ما هو لنفسه بل إلى ما هو الآخر. الست العذراء تخدم حيث لا يوجد أحد يخدم، ودي فكرة الخدمة، تخدم حيث لا يوجد أحد يخدم. كان في زمان معانا ناس كنا بنروح أفراح مثلا كشمام سان جامل، خدمة كانت من خدمتنا يعني، فتلاقي خادم معروف قوي، فتلاقي رايح له 50-60 شماس، وخادم تاني خدمته على قده أو مش واضح في الصورة، مين اللي يروح له؟ كانوا يشحطوا شمسة بالعافية عشان الشكل مبقاش بايخ، ماني خادم. صدقوني الواحد كان في الحتة دي مهما كان عنده، لكن الناس الكتيرة، ما الناس كتيرة تخدم وتجامل، لكن شوف ايه، مين المحتاج، مين اللي محدش عارف يوصل له؟ ولما توصل له ما تفضلش تمسك بوق وتقول الكنيسه مش داريانه والخدام مش جارين وانا بس اللي شايف. ما ساعات لما نعمل حاجه برضو حلوه نبوظها، نفضح بقى، لا لا، مش دي الخدمه، مش دي الخدمه. ايضا الخدمه في التجسد مع ابنها، قمطته ولدته وارضعته، في اليوم 8 راحت برضو عشان تختنه،
يا ست يا عذراء كل اللي تعمليه ده ومش لاقيه مكان علشان ابنك يتولد؟ ما تكلمش، لا تعاتب ربنا ولا تعاتب يوسف النجار، ولا بعد ما المسيح كبر تقول له ده انا شفت معاك ايام. يا نهار ابيض، انت هتعمل تعمل لي في معجزات؟ طب اعمل لي انا معجزه، طب اعمل لي حاجه. ده لمك يا ابونا، ده لمك يا خادم، ده لم. لا تكلمش، هي مش في بالها الكلام اللي احنا بنقوله ده خالص، ولا بتفكر فيه، دي في حته تاني خالص خالص خالص. حقيقي الواحد كل ما يتكلم على العذراء شعر راسه يقف من جمالها وحلاوتها. ده الواحد لو بس تتشفع قدام المسيح وتدينا بس ولو جزء صغير من اللي بنقوله، ياه احنا عايشين ملائكه ما بقاش عايشين على الارض. كلام كبير عايزين نقوله. في عرس قانا الجليل كل دي خدمات في حياتها، كانت خادمه لاهل العرس. خلي بالك العذراء مش كانت قاعدة كده متهننة في عرس قانا الجليل، لا دي كانت في المطبخ، كانت شايفة الكواليس، كانت شايفة اللي بيحصل، مش قاعدة هانم. لا لا، حتى بعد المسيح ما كبر، حتى بعد المسيح بقى معلم صالح، حتى لو الناس مش شايفة ان هو إله، معلم الصالح اللي بيخش اي مكان ألوف ألوف بيمشي وراه، ودي أمه يعني تقعد متهننه في الفرح. بس الفرح في العهد القديم كان ما بيقعدش يوم واحد، كان بيقعد ايام كتيره جدا، وكل شويه يجي اصحاب العريس، يجي اصحاب العريس ويبقوا قاعدين والعريس يجي. عشان كده في مثل الخمس عشر عذارى يقول حين ولما العريس جاء، وكان بيتكلم على البيئه اللي معاه. فكان الفرح كده، فكانوا قاعدين طول الوقت، كانت بتخدم لنسبه ايه؟ عرفت ان الخمر مفيش. مين عرف؟ العذراء اللي عرفت. ليه؟ كانت جوه بتخدم فشايفه مفيش خمر، شايفة. عملت ايه؟ راحت طلبت، ما فضحتش، ما تكلمتش عليهم، راحت طلبت من المسيح بصوت واطي محدش سمع. ليس لهم خمر، الحق ما لهمش خمر، خلص الموضوع. وعدت وراحت تخدم تاني وتشوف ممكن تعمل ايه لما الخمر يجي، بقى توزع زي بسرعة عشان ما يبانش. دي الخدمة، دي الخدامة. آسف أقول الخدامة، لكن هي قالت على نفسها كده، دي الخدامة، دي الخدامة اللي احنا بنحطها فوق رؤوسنا اللي بنتشفع فيها. هيا ست يا عذراء، انت قد ايه جميلة. في بيت يوحنا الحبيب كانت هي مركز وقلب الكنيسة، كانت تخدم القديس يوحنا. بالنسبة لينا لحد النهاردة العذراء بتخدمنا، بتخدم مين فينا؟ التعبان واللي بيتشفع واللي عنده مشكلة. يا ما عذراء خدمت ناس، ويا ما ظهرت لناس. بتخدم مين؟ مش المسيحيين بس، ولا الأرثوذكس بس اللي هم فاهمين العقيدة صح، زي ما قلنا لا هي مش محتاجة الخلاص، ولا هي بيضة واخدنا القشرة، لا 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 لا. طب هاتوا كده واحد كده يشفع بالعذراء من قلبه، والمسيح يكون عنده إرادة بنعمة باسم العذراء بيشفى مهما كان قال عليها، مهما كان. في هذه الأيام فرحانين ننتظر المسيح المخلص، كل يوم نأخذ جسده ودمه لكي ما نخدم، نخدم بالقلب، نخدم بالروح وليس باللسان ولا بخدمات معينة، الخدمات اللي ظاهرة والخدمات اللي باينة، لكن الخدمات اللي احنا فعلا حاسين احنا هندي فيها ونمجد اسم ربنا فيها كل ما نقدمها.